السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الأحبة في تغطياتنا المستمرة لقراءة آخر التطورات على الساحة فلسطين المحتلة ولبنان. نبدأ بعد الفاصل. غزة المستحيل انتفضت بأمعائها الخاوية من تحت رماد، انقضت على الظلم، طوت الحديد، حفرت بقلم وملعقة نفق نور، أسدلت قضبان الجور، شيدت من الركام نصب مشعل، أسرجت من أطنان البارود والنار شعلتها. رفع الأب طفل غزة وأنار بقبس الأحرار شعلة الحرية لتفيض بنورها طريق القدس. أهلا بكم من جديد، راح نناقش في تغطيتنا عدة محاور مع الأستاذ إبراهيم السراج محلل سياسي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. أكيد نحن كنا في انتظار خطابات السيد حسن رحمه الله، أكيد الآن إحنا في انتظار أكيد الشيخ نعيم قاسم وكلماته المدوية، وهذا ثاني بيان من قبل الشيخ. أكيد كانت كل الخطوبات هي الخطابات هي إسرائيل يعني تدخلها في تمحيص والتدقيق لكل كلمة تطلق من السيد رحمه الله. الآن الشيخ نفس الدور ونفس الكلام، تكلم بداية الشيخ نعيم: طوفان الأقصى حدث غير عادي واستثنائي، وهو بداية تغيير وجهة أو وجه الشرق الأوسط. كيف تعلق بعد عام من طوفان الأقصى أستاذ إبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمتابعي القناة المحترمين. حقيقة أنه الشيخ النعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله المجاهد يعني يؤكد على من خلال خطاباته يؤكد على قضية كبرى أنه استمرار المقاومة واستمرار سلاح المقاومة ومقاومة المحتل. نعم. وهذا ما ربما الثيمة الأساسية لخطابه الأخير، أن المقاومة مستمرة. نعم. وأن استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله رحمه الله لا يعني أن نرمي السلاح ونرفع الراية البيضاء، بل هو نقطة تحول في تاريخ المقاومة الإسلامية. نعم. ومواصلة الجهاد ضد الكيان الصهيوني وعدم السماح له باحتلال الأراضي والسداد المدني. نعم. طبعا يعني أنا أعتقد من أحد التداعيات هذا الخطاب أو تأثيراته أنه يؤكد على أن حزب الله هو حزب مؤسساتي وليس حزب مرتبط بشخص معين، مع صح أن فقدنا قائد وأشار إلى قائد مميز. نعم. وقائد عملية عظيم، انتخاب تنظيمية. نعم نعم. يعني آلية الحزب ونظام الداخلي للحزب يعني مستمرة بالعمل يعني، وبالتالي نعتقد أن الحزب باعتباره مؤسسة. نعم. وهو يقوم على فكرة مقاومة الاحتلال وحماية الأراضي وطرد المحتلين، لذلك هذه الفكرة لم تنتهي. يؤكد الشيخ القاسم على أن المقاومة مستمرة. صحيح. وأن الكفاح ضد المحتل الأجنبي الصهيوني والأمريكي والبريطاني مستمرة. لا نهادن، لا تغيير في نظرية المقاومة أو أسلوب المقاومة أو المعايير الخاصة بالمقاومة. تعرفين المقاومة الإسلامية لها فلسفتها، وفلسفتها هي مقاومة المحتل مهما كانت جنسيته. نعم. صهيوني، بريطاني، أمريكي، غربي، غير جنسية، هذه هي فلسفة المقاومة في ذلك. الأمين العام يؤكد على هذا الفرضية أن المقاومة مستمرة. نعم. وأن حزب الله مستمر، بدليل أن الهجمات التي يخوضها حزب الله لا زالت مستمرة. صحيح. بعد استشهاد السيد رحمه الله مستمر لحد الآن، التخطيط مستمر، بل أنه زادوا حتى في قضية الاجتياح البري، فش أفشلوا هذا الاجتياح البري الذي تقوم به. وأشار أنه كل ما بيّنه العدو من أخبار هي كاذبة،
ولم يخطوا شبرا واحد من الأراضي اللبنانية المحتل. نعم بالتأكيد العدو الصهيوني اعتمد على حرب النفسية وحرب الإشاعة. تعرفين أكو إعلام عربي مطبع صحيح مع هذا العدو مدفوع الأجر، يعني هم فلسفتهم أنه هم دول تطبيع، يعني أنت هاي السعودية مطبعة، الإمارات مطبعة، مصر مطبعة، الأردن مطبعة، إعلامهم سخر لهذه القضية، عملية الحرب النفسية ومحاولة تقزيم الانتصارات. لاحظ حضرتك أنت، قد نرجع إلى الوعد الصادق 2 اللي قامت به الجمهورية الإسلامية، 250 صاروخ، يعني لو كل صاروخ قاتل شخص واحد من العدد 250 شخص، لكن عتموا على هذه المعلومة وراحوا اشتغلوا باتجاه المعاكس وتشتيت الرأي، انتباه الرأي العام بمعلومات أخرى وبأخبار هم صنعوها. أستاذ إبراهيم، مدة الحرب هي اليوم محور الجميع، يعني سواء كان المواطن اللبناني أو إحنا بصورة عامة. أشار السيد أو الشيخ يعني نعيم إلى أنه الحرب كلما طالت يعني راح يزداد المأزق على إسرائيل، وأشار أنه لا وقف أو لا طاولة حوار إلا عند وقف إطلاق النار. أكيد وقف إطلاق النار لابد أن يكون في غزة وفي لبنان. أولاً أنه الشيخ نعيم قاسم النائب الأمين العام لحزب الله أكد على أن ما أراده العدو هو عملية استنزاف، حرب استنزاف طويلة، أراد يحقق غاية في ناس. أولاً يحاول أن يشتت أو مثل ما كان يريد فرضيتين. فرضية الأولى هو عملية تحرير ما يسمى بالأسرى أو الرهائن الإسرائيليين صهاينة لدى الحماس. اثنين، عملية تفكيك سلاح المقاومة وتفكيك المقاومة بصورة عامة. وهذا ما كان يرمي إليه لبناء شرق أوسط جديد أو تشكيل شرق أوسط جديد برعاية أمريكية وبأموال أمريكية خليجية وما شابه ذلك، وهذا الشرق الأوسط يكون موالي للسياسة الأمريكية، موالي للصيان الكيان الصهيوني مثل ما تعمل هذه الدول العربية مطبعة. الحرب الاستنزاف لم تؤتي أكلها، يعني لم تنجح. سلاح المقاومة باقي، المقاومة باقية، الاستهداف مستمر، الضربات الصاروخية ارتفعت وتيرتها. اثنين، انه يؤكد السيد الشيخ نعيم قاسم على ان عامل الوقت ليس في صالح الكيان الصهيوني. اليوم الكيان الصهيوني يعيش مأزق، مأزق اذا تحدثنا عن جانب المجتمعي كمجتمعي. اليوم ال 35% من الاسرائيليين من الصهاينة هم يريدون مغادرة اسرائيل. صحيح، 35 يعني ثلث سكان يعني تل أبيب زاد 3 أضعاف. نعم بالضبط. ثلاثة، ارتفاع معدلات الهروب داخل الجيش الإسرائيلي. ارتفعت معدلات حتى أنه تقارير تحدثت عن 10,000 جند إسرائيلي هربوا ما يعرفون وين. أربعة، استعانة نتنياهو بالمرتزقة. نعم مرتزقة تعرفين شنو؟ هذا الحشاش المطي موت الكروتة، هذا ما عليه حساب، هو جايبين مرتزق، يعني هو مجرم من السجون من غير دول معينة، من أفريقيا، من غير دول. زين، هذا يعني أكون هناك عملية انهيار. إذا تحدثنا عن اقتصاد إسرائيل، الاقتصاد الآن الشركات، فقط الشركات الأمريكية تعمل به، كل الشركات الاستثمارية هربت. صحيح، تعرفين حضرتك رأس المال جبان يبحث عن الأمان. هذه الشركات تعمل في إسرائيل بعدما وصل الاستهداف المقاومة، محور المقاومة إلى مناطق أبعد مما كانت وقع الكيان الصهيوني. نعم. أصبحت هذه الشركات غير، يعني هذا هناك تخلخل في الوضع الاقتصادي. نعم. أضيف لشبية مع ذلك راح نكمل أستاذ إبراهيم. نعم. أكيد. نعم. هذه النقاط أشيدك. نعم. عليها، لكن الآن ضم أن مختار حداد باحث بالشأن الإقليمي والدولي من طهران. أهلا بك أستاذ مختار. أكيد اليوم كانت كلمة للشيخ نعيم، حابة أن أستفسر منك أكثر حول قراءاتكم لهذه الكلمة، وبالتحديد حول كلمة نائب الأمين العام وقال لا قيمة للأمتار التي يمكن أن يحصل عليها العدو، ونحن نريد أن يحصل الالتحام معه سواء في الحافة الأمامية أو بعد ذلك. كيف تفسر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وضيفكم الكريم. يعني كلمة سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في هذه المرحلة كانت كلمة مهمة، خاصة أن حزب الله تلعب دورا رئيسيا في جبهة إسداد الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني. يعني هو رسم ملامح ما نشهده الآن في المنطقة من إجراءات الكيان الصهيوني
وكذلك أشار إلى دور يعني جبهات الإسناد ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني أراد أن يوضح بعض الأمور في هذا المجال، إلى جانب ذلك يعني وضح مدى قدرات المقاومة وكذلك ما يقوم به العدو الصهيوني، وأشار يعني إلى ممكن أن نراه في المستقبل. فلذلك الكلمة هي كانت كلمة شاملة ومهمة. كنت يعني عندما أتابعها رأيت يعني هناك جميع وسائل الإعلام العالمية كانت تتابع هذه الكلمة بدقة وبثتها، نظرا يعني لأهمية حزب الله في عملية يعني مواجهة العدو الصهيوني. فلذلك يعني واضح بأنه في المرحلة القادمة من خلال هذه الكلمة وما أشار إليه الأمين العام نائب الأمين العام لحزب الله بأنه المقاومة هي يعني في وضع جيد، يعني المقاومة حاضرة في جبهة القتال توجع وتؤلم العدو، قدراتها الصاروخية لن تتراجع، قدراتها على الأرض لن تتراجع بل هي أصبحت أقوى. وحتى نرى يعني العدو بالرغم من مساعيه للدخول بريا إلى الأراضي اللبنانية ولكن العدو لن يصل يعني إلى أي نتيجة وفشل في هذا المجال. وكذلك يعني المقاومة الآن تصل صواريخها إلى جميع الأهداف، وحتى يعني نرى هناك فشلت منظومة الدفاع الجوي الصهيوني في اعتراض الكثير من صواريخ المقاومة. فلذلك هنا سمحت نائب الأمين العام لحزب الله يعني عرض هذه القدرات، وعندما يشير إلى المستقبل يعني هو يشير إلى ما كان يقوله كذلك سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله، خاصة يعني في كلمته الأخيرة قبل أسبوعين عندما يعني أكثر من أسبوعين عندما أشار لمصر. هذا ما أكده سماحة الإمام السيد علي الخامنئي في كلمته في صلاة الجمعة الأسبوع الماضي. أحسنت أستاذ مختار. عودة لك أستاذ إبراهيم، مثل ما تفضل أستاذ مختار بأنه يعني المقاومة صامدة، المقاومة مستمرة. خلال الوقت كلمة الشيخ لعيد كان هنالك إطلاقات صواريخ تقارب 100 صاروخ إلى حيفا، يعني كان رد مبشر بوقت هو الكلامة، كان هناك صافرات تدوي في حيفا. بالإضافة إلى ذلك أشار الشيخ نعيم إلى إنجازات يومية كبيرة جداً، يعني بانطلاق مئات الصواريخ بعكس ما يكذبه العدو بأنه لا ممكن ما لها تأثير هذه الصواريخ، أو أنه يعني الأهداف لم تصلها، أو أنه ماكو ضحايا، يعني العدو كاذب. واليوم أشار الشيخ إلى أنه في إنجازات يومية للمقاومة. رأيك بالمقاومة ومستواها الآن؟ يعني بالتأكيد أن سلاح المقاومة وقدراته القتالية نعتقد ارتفعت في الآونة الأخيرة. اولا يعني ما عادت بعد المسافات والكيلومترات انه عائق امام المقاومه، محور المقاومه، تعرفين يعني الان من اليمن يتم استهداف تل ابيب، صح، من لبنان ايضا، من العراق الان انطلقت الطائره المسيره الاخيره في الجولان واخترقت الانظمه الدفاعيه المتطوره وعاليه التقنيه الاسرائيليه، حتى ان الاسرائيليين هم نفسهم تعجبوا من هذه الطائرة العراقية المسيرة التي أطلقت من متطورة، أصفوها بأنها متطورة. أنا أعتقد قدرات المقاومة العراقية تنوعت وقدراتها القتالية تطورت بشكل كبير جدا. أولا أنه تمتلك تاريخ في محاربة المحتل سواء في العراق أو غير دول أو في سوريا أو في لبنان. اثنين انها قدراتها القتاليه اصبحت تستخدم تكنولوجيا متطوره جدا، نعم، وهذا ما زاد لها قدره قتاليه تنظيميه هائله وسلاح متطور جدا تعجز منظومات الدفاع ومنظومات والمجسات الالكترونيه والمنظومات الرادار ان تكشفه، بل ان بعض الطائرات المسيره تسقط وجهاز الانذار بعدها يطلق بعد ما طالق اصلا. أي. فلاحظي انه القدره القتاليه لهذه الفصائل. اثنين ان حجم الاستهداف يعني حجم شوف احنا نرجع الى قضيه انه الكيان الصهيوني استخدم تحطيم المعلومه. بس لاحظي حضرتك اليوم هذا واحده من اساليبه، احد اساليبه تحطيم المعلومه، يعني الان لا توجد هناك مقاطع فيديو عن الحجم الا قليل نوعا قليله حجم الدمار. اليوم في حيفا يعني بعض الشوارع قالوا انه المدنيه، راح نتفصل موضوع المدني بالمدني. نعم، اكيد تفضل.
على التعتيم الإعلامي. التعتيم الإعلامي استخدم سياسة نتنياهو من اليوم الأول لسبعة تشرين الأول 7 أكتوبر 2023 عدم وصول وسائل الإعلام إلى هذه. لذلك هو استهدف أكثر من 150 صحفي. قتلهم نتنياهو. صحفي ومصور وبث وأدوات تصوير مقرات الفضائيات مكاتب الفضائيات استهدفوا. يعني أكثر من 150 صحفي شهيد استشهدوا. لماذا؟ هو يريد لا يريد أن توصل المعلومة إلى الرأي العام، لأنه حجم الأضرار كبير جدا، حجم الخسائر كبيرة جدا. لاحظ حضرتك يعني القاعدة التي استهدفتها نافتاريم، أعتقد استهدفوا القاعدة نافتاريم استهدفتها الجمهورية الإسلامية في الوعد الصادق 2، أكثر من 20 طائرة F-35 تدمر تدمير كامل جدا. أيضا الأبراج وما شابه ذلك. قاعدة ثانية في الجليل أيضا دمرت تدمير كامل. هي مقر كان هو مقر استخبارات الإسرائيلية. لذلك أنه هذا التعتيم الإعلامي هو يعني أعتقد هو بدأ بنتنياهو عملية عدم إيصال المعلومة. وحتى الأرقام ما يعلن هو أرقام يعني أرقام قد لا تصل إلى 1%. يعني ما عندما يقولون أن هناك جندي قتل، هذا يعني قد تكون 200 جندي إسرائيلي قتل. لذلك هذا التعتيم استخدمته الكيان الصهيوني. أيضا من اللي ساعد به؟ قنوات معروفة. قنوات يعني عندنا 3 قنوات معروفة عربية، قناة العربية، قناة الحدث، سكاي نيوز الإماراتية، ساهموا في تحتيم المعلومة وأيضا كإعلام مضاد معاون أو مساعد لكيان الصهيوني. طيب أستاذ إبراهيم، الفيديوهات اللي انتشرت أو الصور اللي انتشرت من الأقمار الصناعية تبين حجم نافتاريم والقاعدة كيف دمرت، وأيضا اليوم الأحياء السكنية بحيفا، هل هي محاولة استجداء من إسرائيل للمساعدات من أمريكا ومن الدول الداعمة؟ انه شوفوا حجم الدمار باعتبار لا هو هم يعني يعلمون حجم الدمار. شوف لاحظ حضرتك، اولا الكيان الصهيوني لولا الدعم الامريكي والدعم الاوروبي طبعا، وهذا اشار الى الشيخ نعيم، لتوقف من الشهر الاول. لذلك انا اتحدثت في هذا والجميع يتحدث، كل هذه الجرائم الذي ارتكبها نتنياهو تشاركه فيها الولايات المتحدة ودول كل قطرة دم ودول كل قطرة دم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي. صحيح. لذلك انه هذا الجرائم لا يمكن، لا يعني من الخطا ان نقول فقط اسرائيل ارتكبتها، لا ارتكبت بدعم امريكي. استاذ مختار، اليوم تحدث او متحدث باسم الخارجيه الايرانيه قال انه القتل الوحشي والتدمير التعسفي في غزه اوصل الجميع الى نتيجه مفادها ان لا خيار سوى المقاومه الشريفه. تعليقك على هذا الكلام؟ نعم، يعني الآن هناك تم للجميع إثبات بأنه هناك الآن لا جدوى لموضوع مثل المفاوضات، لأنه أساساً الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لا يريدون مفاوضات، وأصلاً لا يحترمون شيء باسم مفاوضات، قرارات دولية، معارضة شعبية بدءاً من شرق آسيا إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا، يعني في جميع دول العالم. فلذلك يبدو الآن الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، وهذا ما قاله يعني أحد كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم أمس، بأنه يعني الكيان الصهيوني يفهم لغة القوة. يعني نتذكر وعلى سبيل المثال، يعني من كان أحد أطراف المفاوضات هي حركة حماس الذي كانت تمثل الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة، ويأتي نتنياهو ويقوم باختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. بعد ذلك يعني هناك عندما يتم الإعلان عن احتمال مفاوضات وقف إطلاق نار ل21 يوما في لبنان، ومن ثم وبعد إعلان هذا الخبر عصرا نرى أن الكيان الصهيوني يقوم بهذه العملية الإرهابية الجبانة الذي أدت إلى استشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فلذلك الآن تم إثبات ذلك للجميع بأنه السبيل الوحيد لمواجهة هذا الكيان وجعله يتراجع هو موضوع يعني المقاومة ووجود مقاومة شريفة حاضرة في هذه الساحة. هذه المقاومة الشريفة الآن نراها، يعني المقاومة الإسلامية في العراق، المقاومة الإسلامية في لبنان، القوات المسلحة اليمنية وبقية يعني أطراف محور المقاومة والجمهورية الإسلامية
الإيرانيون حاضرون في الساحة، وباعتقادي أن وقف الحرب هو سيأتي نتيجة لهذه المقاومة، على غرار ما شاهدناه في حرب تموز 2006 أو في الحروب الماضية. يعني رأينا مثلا في بعض الحروب الحرب يعني من 22 يوم و 55 يوم وصلت إلى ساعات وأيام، يعني بدأ الصهيوني يرسل الوسطاء يلتمس أوقف الحرب. هذه المرة كذلك بالرغم من أنه الحرب فعلت عملية الإبادة الجماعية كبيرة جدا، العدو استخدم كل أنواع طرق الغدر، ولكن في النهاية حتما هذا العدو مهزوم. صحيح هو قام بعملية إبادة جماعية، قام بعمليات اغتيال، استخدم كل أنواع الإرهاب، ولكن هذا ليس معناه بأن العدو منتصر، لأنه يعني العدو يقوم بمثل هذه الأمور إثر فشله. يعني إذا نريد ندخل في التفاصيل، فشله عسكريا، أمنيا، اقتصاديا، داخل المجتمع الصهيوني، كل هذه الأمور ممكن نتحدث عنها يعني لساعات. يعني كيف مثلا نقول فشل اجتماعيا، كيف فشل عسكريا، كيف فشل اقتصاديا، وأشار ضيفكم الكريم إلى الجانب الاقتصادي. فلذلك يعني العدو الصهيوني هو يعاني من مشكلة كبيرة، فلذلك من أجل أن ينقذ نفسه من الغرق، من هذه الأزمة الكبيرة التي يعيشها، يعني الآن العدو يواجه مشكلة وجود، يعني هناك هو يريد أن يحافظ على وجود هذا الكيان المؤقت. إلى جانب هذه المساعي كذلك نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على وجوده في السلطة وبقائه في السلطة، هو لا يريد أن مثلا يصبح مصيره كمصير إيهود أولمرت بعد لجنة فينوغراد، وهذا سيكون يعني مصير نتنياهو، وبإذن الله أصلا أساسا سيكون يعني مصير الكيان الصهيوني هو الزوال والسقوط. ولذلك الكيان الصهيوني الآن يستخدم كل هذه الأعمال الإجرامية من أجل أن يقول إني منتصر، ولكن هو فاشل. يعني عسكريا نرى لن يحقق شيئا في قطاع غزة، الآن فاشل تماما في شمال فلسطين المحتلة، كل عملياته ومساعيها البرية فشلت، فلذلك يأتي يقصف المدنيين، يقوم بعمليات اغتيال، ولكن هو لا يعلم بأنه يعلم يعني بشكل جيد، الولايات المتحدة كذلك تعلم، يعني هناك قوة المقاومة كحزب الله وحركة حماس بالرغم من أنها تفقد يعني أو فقدت يعني قادة كبار، ولكن هي ليست قائمة على الأشخاص، هي قائمة على فكر، على نهج، على يعني اليوم الشيخ نعيم قاسم قال أن كل المناصب هناك مملوءة، هناك القادة حاضرين في مسؤولياتهم ويعملون، وأصلا إذا لم يكن هذا لم تكن مثل هذه الانتصارات اليوم. نرى أن المقاومة مستمرة بقوة، وهناك يوجد تماسك في قوة وعمل المقاومة. صحيح أستاذ إبراهيم، يعني قلما العدو يصرح بيمكن قتله، الجيش الاحتلال يقر بإصابة 48 جنديا خلال 24 ساعة الماضية، منهم 30 على الحدود الشمالية وفي لبنان و18 في قطاع غزة، رغم من الدمار اللي تتعرض إلى الضاحية الجنوبية ليلا. بالإضافة إلى ذلك في مقاومة قوية، في مقاومة تعادل المثل وأكثر، لذلك هذه التصريحات قل ما نسمعها من الجيش الاحتلال. شغلة ثانية، مفهوم المدني بالمدني، وضح لي لماذا هذا التعتيم، بعد ذلك يصرح بأعداد، بعد ذلك وضح لي المدني بالمدني. فضل شوف منذ الانطلاع انطلاق المعركة ومعركة طوفان الأقصى ماذا كان يستهدف الكيان الصهيوني. هسه خلينا نبدأ في غزة، استهدف المدنيين، مناطق سكنية، استهدف المستشفيات، دوائر الشفاء أو المدارس، كليات، جوامع، الكنائس، كل هذه استهدفها. طبعا هاي بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، هذه جرائم حرب. صح، جرائم حرب. اتفاقية جنيف سنة 1949 تعتبر هذه جرائم حرب، وهذا يعني أن نتنياهو الآن مجرم حرب، وفريقه اللي يتكون من هذا الفريق المجرم مجرمي حرب يعتبرون. وبس ماذا نفعل؟ مجلس الأمن تعرفين حضرتك بيد الولايات المتحدة، لا يهش ولا ينش، كل شيء ماكو يعني. لذلك أنا في جنوب لبنان أيضا استهداف، كان استهداف للمناطق السكنية في الضاحية وغير الضاحية وفي بيروت، استهداف مناطق سكنية، مناطق سكنية لا توجد بها لا أسلحة ولا مدفعية ولا دبابات، مناطق سكنية. وبلان شيء ماذا يفعل المقاومة، محور المقاومة ماذا يفعل؟
اليوم لمن الصوت اليوم؟ الصوت لمحور المقاومة وليست لهذه الدول المطبعة، دول التطبيع التي خانت فلسطين. لذلك مجلس الأمن، منظمات الأممية، هذه المنظومة الأممية وهي منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، صم بكم لا يتكلمون. لماذا؟ لأن الضغوطات الكبيرة عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جعلها غير فعالة. طيب ماذا تفعل اليوم حتى تحفظ مدنيك؟ ماذا يجب أن يكون استهداف باستهداف، مدني مقابل مدني. يستهدفون منطقة سكنية، نستهدف منطقة سكنية. يستهدفون حي سكني، يتم استهداف حي سكني. يستهدفون أي مكان سكني خارج منظومة. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني لا يفهم إلا هذه اللغة. يعني أخلاقيات المعركة نضعها على جانب. لكن أستاذ إبراهيم، بس خلي أقول لك أنه الآن في حيفا قرب القواعد العسكرية الصهيونية أحياء سكنية للمستوطنين قديمة، والصهاينة لم يأمروا هذه الأحياء بالإخلاء، يعني كأنما متعمدين بالتضحية بهذه المستوطنة الموجودة. طب هم مرض؟ لا، بس خلينا نكون على اتفاق أنه هم يدعون أنه شوفوا حزب الله غير الخططة والآن هو يقتل المدنيين. هو يستهدف ما زال القواعد العسكرية. يعني هذا رد الحجر من حيث أتى، يعني هو عندما يستهدف المدنيين يعني هو حلال والمحور حرام. يعني اليوم المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي مرتبط بهذه الدوائر الاستعمارية، لا يتكلم عن هذا الاستهداف. يعني هذه القوانين هل هي حبر على ورق؟ هل هي حبر على ورق؟ مو صحيح. طيب الآن هي حبر على ورق. نعم، هي حبر على ورق. طيب أنا اليوم حتى أحمي مدنيين شلون؟ لازم أستهدف مدنية، لازم أستهدف مستوطناته، لازم أستهدف البنى التحتية في المناطق السكنية، مستشفيات، مدارس، لأنه هو اللي بدأ. صار سنة كاملة هو يستهدف. روحي الآن شوف غزة. نعم. ثلث المدينة أنقاض. ماكو بيوت، يعني ماكو ناس، ما لها بيوت، لا مدارس، لا مستشفيات، لا ما شاء الله. الضاحية الجنوبية نفس الحالة، جنوب لبنان نفس الأسلوب الذي استخدمه نتنياهو القذر في معاركة، استهدف جنوب لبنان وفي أطراف لبنان. ماذا نفعل؟ نشجب، نندد، نحامل العدو بنفس الطريقة الذي يعامل بها المدنيين. حتى نحمي المدنيين لازم أن نستهدف المدنيين مالتي. نعم. طيب بالإضافة إلى ذلك تفضلت بأنه مقابل الأسرى وغيره من الكلام، لكن اليوم اللي هو المستوطنين فقدوا الثقة بحكومتهم، أنه كان يدعي نتنياهو بأنه إحنا هذه الحرب بداية انقضى على حركة حماس، من بعد ذلك القضاء أو اكتشاف الأسلحة لحماس، من بعد ذلك أنه الأسرى، وهذا هو الحال اللي جره إلى لبنان بعد فشل في غزة فتح الحرب على لبنان. لكن اليوم الثقة المستوطنين تزعزعت، وهي لا يوجد ثقة بين حكومتهم ومستوطنيهم. شلون تعلق على الموضوع؟ يعني هو بالتأكيد، يعني هو الآن شوف احنا يمكن ثلث قطاع، ثلث تل أبيب هم داخل الملاجئ، ثلث تل أبيب سكان. نعم. تل أبيب داخل الملاجئ. اثنين المستوطنات الآن إذا تحدثنا عن الشريط الحدودي مع لبنان، هذه المستوطنات لم تعد آمنة. نعم. ونزحها المستوطنين الصهاينة. آخر أنا شفت إنه الاستبيان للرأي أجري في تل أبيب، إنه ثلث يعني بنسبة 30% من اليهود من سكان تل أبيب هم يرون يتمنون الهجرة. يعني هم محبوسين، هم الأسرى اليوم. هم محبوسين بالضبط. الثلثين قال والله إحنا نفكر، إحنا بعد إسرائيل مو آمنة. لاحظين؟ فهذا تطور خطير في حكومة نتنياهو. الآن المجتمع الدولي، وتحدثنا عن المنظومة الدولية، لا ترى ولا تسمع لا ترى. لذلك انا اجد انه من المنطق ان يتم استهداف المناطق المطينه داخل تل ابيب. من يفترض، هذا جاء قرار متاخر، هذا المفروض خلال قبل 3 شهور بعد بدء المعركه يفترض ان يتم استهداف، لانه هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يفهم الا هذه اللغه. صحيح. طيب مشاهدينا احنا راح نكمل، لكن بعد هذا الفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله. غزة المستحيل انتفضت بأمعائها الخاوية من تحت رماد، انقضت على الظلم،
طوت الحديد، حفرت بقلم وملعقة نفق نور، أسدلت قضبان الجور، شيدت من الركام نصب مشعل، أسرجت من أطنان البارود والنار شعلتها. رفع الأب طفل غزة وأنار بقبس الأحرار شعلة الحرية لتفيض بنورها طريق القدس. عودة لكم من جديد مشاهدينا. أستاذ مختار، باحث بالشأن الإقليمي والدولي من طهران، أهلا بك من جديد. أستاذ مختار، الآن في تظاهرات حاشدة في طهران دعما لغزة ولبنان وتكريما للسيد حسن نصر الله. إذن اليوم إيران تخرج، ليس في، يمكن شفناها في يوم الجمعة وكانت بعد الصلاة السيد علي خامنئي، وكان هنالك ملايين محتشدة مؤازرة لهذه القضية. اليوم هو اليوم شنو؟ يعني اليوم ثلاثاء، احنا مو يوم مثلا جمعة او غيرها، مع ذلك انه في متظاهرين في الشوارع تأييدا لهذه القضية. في الحقيقة يعني هذه التظاهرات والمظاهرات يعني والمسيرات كانت مستمرة منذ اليوم الاول لانطلاق عملية طوفان الأقصى، وكذلك حرب الإبادة الجماعية الصهيونية. هذه كل يوم كانت هناك توجد فعالية، ولهذه الأيام يعني بعد استشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رأينا استمرار هذه المسيرات، وأصبحت يعني ممكن نقول في كل يعني ساعات اليوم هناك نرى صباحا مسيرات من جانب يعني مختلف فئات الشعب، ظهرا مثل هذه المسيرات. يعني اليوم هذه المسيرة هي تم تسميتها مسيرة يعني فتيات المقاومة والثورة، ومساء هناك سنشهد يعني مسيرة في إحدى الساحات الأخرى في طهران وحتى في الكثير من المدن الإيرانية، خاصة يعني هذه المسيرات تأتي لتجدد البيعة مع الإمام الخامنئي، وكذلك التأكيد على استمرار نهج الشهيد السيد حسن نصر الله. ولكن يوم الجمعة يوم تاريخي، يعني هو يوم ممكن أن نسميه أصبح من أيام الله، هذا اليوم الذي أطلق عليه أبناء الشعب الإيراني يوم صلاة جمعة النصر، يعني خاصة بعد الكلمة التاريخية للإمام السيد علي الخامنئي، وكذلك هذا الحضور المليوني التاريخي والكبير في الصلاة الجمعة ليوجه أبناء الشعب الإيراني رسالة بأنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتما مستمرة في دعم قوى المقاومة، وأن أبناء الشعب الإيراني جاهزين لتقديم أي دعم لقوى المقاومة وهم حاضرون في هذه الساحة، وكذلك يوجهوا للعدو رسالة مع قائدهم الإمام الخامنئي بأننا لا نخاف من تهديدات هذا العدو. هذا العدو الذي خلال هذه الأيام يعني كان قد وجه تهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن هنا الشعب والقيادة يقولون نحن لا نخاف من هذه التهديدات، وهذا لن يؤثر على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك هذه المسيرة كذلك تأتي في هذا الإطار. نتذكر يعني بعد تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالثأر لدماء الشهيد هنية، هناك نرى حتى يوم العملية كان الصهاينة يعيشون في ذعر وخوف ويعيشون يعني حرب نفسية. أستاذ مختار، بالإضافة إلى ما تفضلت به من دعم للمقاومة بهذه التظاهرات في حملة للتبرعات في إيران في الجمهورية، التبرع بالذهب، طبعا المسؤول عن اللجنة الشعبية للإسناد محور المقاومة في إيران السيد أحمد عبوتيتيان أوضح بأن دعم محور المقاومة مستمر، وأيضا راح يكون جمع هذه التبرعات من مئات الآلاف المواطنين بكل مناطق إيران. تعليقك على هذه الحملات المستمرة للتبرعات في إيران؟ نعم، يعني هناك بعد، خاصة بعد دعوة الإمام الخامنئي الذي قال، ويعني كانت فتوى في وجوب دعم المقاومة بجميع الأشكال، يعني يتم الآن جمع الدعم المادي من أجل دعم جبهة المقاومة وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني. نعم. هذا الدعم يعني على أشكال ذهب، على أشكال يعني نقود أجنبية، النقود الإيرانية، وهو وصل يعني لأعداد كبيرة
جدا، هذه الحملة واسعة وكبيرة جدا. يعني اليوم كنت أرى في شوارع طهران هناك لافتات كبيرة من جانب الفعاليات الشعبية تؤكد على تجميع المساعدات والدعم لمحور المقاومة لأبناء جبهة المقاومة والشعبين الفلسطيني واللبناني. يعني هذه مشاهد لم تكن غريبة على أبناء الشعب الإيراني. يعني أنا أتذكر عندما هناك كانت الحرب من جانب يعني الصرب ضد أبناء الشعب البوسنة المسلم، كنا نرى مثل هذه الحملات، مثلا سيول في باكستان، سيول في أفغانستان. يعني هذا ليس يعني بالجديد على الجمهورية. نعم. إيران دائما يعني كان الشعب الإيراني سباق في هذا المجال. سأعود لك أستاذ مختار. أستاذ إبراهيم، بالإضافة لذلك أنه إحنا في العراق الحملات مستمرة، وفي يمكن جوا وبرا من قبل الجيش الحشد الشعبي أو من منظمات مختلفة، إحنا هماتين في العراق هذا الشيء موجود ومستمر. يعني من اليوم الأول انطلقت جمع التبرعات، العتبتين الحسينية، العتبة الحيدة العلوية، أيضا المرجعيات الدينية باشرت بذلك. الحكومة العراقية أيضا قدمت مساعدات كبيرة. نعم. كمواطنين أيضا فتحت منافذ لجمع التبرعات، وهذا طبعا يعني هو أعتقد نوع من المساهمة والدعم للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. من أيام المعركة الأولى كان هناك التبرعات. أيضا أنه الحكومة هي ساعدت في عملية تسهيلات للبنانيين للوصول إلى العراق، ودون احتمال على جواز السفر أصدقت لهم بطاقات دخول حتى يدخلوا الأراضي العراقية، وقدمت لهم السكن وقدمت لهم كل ما يحتاجونه، باعتبار أنه هم ضحايا هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم الأمريكي البريطاني. وبالتالي نعتقد هذه ليس غريبة على الشعب العراقي، يعني مثل ما الشعب الإيراني أيضا المجاهد أيضا قدمها مساعدات، شعوب أخرى بالمنطقة قدمت. وبالتالي نعتقد هذا هو جزء من الوفاء وجزء من الإنسانية جمعاء. يعني الآن الجميع يشعر بمأساة ويحشر بمعاناة الجنوب لبنان وشعب غزة المحتل، ويشعر أنه يجب أن يقف، قد يكون بالسلاح، قد يكون بالأموال، قد يكون بالدعم الذي يقدم لهؤلاء. خلينا نرجع لموضوع أنا حبيت أسألك وأسأل الأستاذ، لأنه هذا الدعم مستمر إن شاء الله، وهم أهلنا يعني، وما يصيبهم هو يصيب. لا طبعا يعني هذا هو الدعم، يعني هو ليست يعني هو الآن نشعر بمأساتهم، نشعر بمعاناتهم، ونشعر أنهم جزء منا. يعني بالتالي نعتقد الجميع وإلا المسلم وأخو المسلم مساندتنا. نعم. في حربنا على داعش. نعم. أكيد إحنا اليوم لنا الواجب والدور. هذا بحث آخر، وهذا أكيد إن شاء الله مستمر. نرجع إلى موضوع الجرائم العصابة الإرهابية الصهيونية. طبعا في فلسطين المحتلة وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت وحذرت أن المستشفيات راح تخرج عن الخدمة في محافظة غزة أو في الشمال لعدم توفر الوقود، وهذا الموضوع يعاد بين أشهر وأشهر، يتوفر وقود وينقطع الوقود، كأنما هي إبادة، يعني إباحة هذه الإبادة المستمرة للمستشفيات. وهذا الموضوع أيضا في لبنان، في مستشفيات في سان بطرس وغيرها، هذه المستشفيات قصفت محيط المستشفيات، استهداف المستشفيات اللي ما زال مستمر من قبل هذه العصابة الإرهابية الصهيونية. شلون تعلق عليه أستاذ إبراهيم؟ يعني هو الكيان الصهيوني المجرم دائما، يعني هو شوف هو هذا يعني يستخدم هذا الأسلوب الإجرامي. نعم. الذي له تاريخ كبير جدا منذ حرب 48 والحروب هذه، يحاول ان اولا يعزل المنطقه اللي هو يحاربها عزل تام عن محيطها الدولي وعن. لذلك هو مثلا في غزه اول ما استهدف المستشفيات، استهدف المخازن، استهدف محطات الوقود، استهدف الادويه، مخازن ادويه. لذلك انه هاي الاماكن يعني اغواء النازحين. نعم. بالضبط. بالضبط. مساجد. نعم نعم. نعم. فلذلك هذا الاستهداف واد ان يعزل، يعني هو يقوم الان بعمليه تجويع. تجويع، عمليه حصار كبير جدا، يحاول ان يعزل هذه المنطقه عن بقيه المناطق. بالتالي انما ما في جنوب لبنان حصل، وايضا استهدف المستشفيات. لذلك يحاول ان يحصل على على على, على اباده جماعيه ممنهجه. يعني هذا الإجرام وهذا عملية الحصار وعملية الاستهداف وعملية حتى عملية الدفع باتجاه التهجير القصري الذي استهدف، وإلا ما يتعرض له جنوب لبنان تهجير قصري، ما يتعرض له غزة تهجير قصري.
ولكن أين هذه المنظمات الدولية؟ لا توجد منظمات دولية. صحيح. اختفت بقدرة قادر اختفت هذه المنظمات الدولية. نعم. بأوامر دولية اختفت هذه المنظمات. طبعاً عندما تجيني إنه جريح ما عنده علاج، ما عنده طبيب، ما عنده حتى القتلة أطباء، أطباء قتلوا. يعني في غزة المنظمة الأورنة الأممية استهدف طواقمها، كانوا يقدمون خدمات، استهدف طواقمها، استهدفوا رصيدها من الغذاء والأدوية والعلاجات والمنامات وما شابه ذلك. نفس الشيء يحدث الآن في جنوب لبنان، يحاول أن يستهدف المستشفى، واستهدف المستشفيات، واستهدف مخازن الأدوية، واستهدف ما استهدف، هو يحاول أن 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 أن, أن يعزل هذه المنطقة ويرتكب هذا الإجرام الممنهج الإسرائيلي. هذا الإجرام الذي يحدث بأوامر، هذا الإجرام. نعم. كما تفضل أستاذ إبراهيم، هو بمرأة ومسمع الصمت العربي للأسف. واليوم إحنا في لازم بتحديد الصف، أنت مع هذا الصف أم أي مع أي صف؟ أي صف؟ صف الخير أو الشر؟ كما لا إحنا خلينا نحكي. نعم. أنا مو لا أربط الموضوع بتعليق الرئيس الفنزويلي، قال إنه إسرائيل اغتالت السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية لمنع أي وقف لإطلاق النار والذي كان قريبا. اليوم الرئيس الفنزويلي هو أعلن ولاء لكل الدول اليوم اللي تقاتل إسرائيل، هو فنزويلا شرق قدر يسوي، بينما أن إحنا الصمت العربي ما زال قائم على هذا الموضوع. شوف إحنا من أنا مرات خطابات ويقول لي والله إحنا توحيد الخطاب العربي، يا أخي شو توحيد الخطاب العربي؟ هم كلهم عملاء وكلهم يتم بيد إسرائيل، أي خطابة واحدة يعني؟ ليش هو هسه هذا القوافل التي تطلع من السعودية وتطلع من الإمارات وتطلع من مصر وتطلع من الأردن للكيان الصهيوني؟ ما تروح الغزة، تروح للكيان الصهيوني محملة بالأدوية. نعم. والعتاد والغذاء والوقود. هذا الآن دبابة ميركافة الإسرائيلية تقتل الأبرياء، لأن وقودها منين؟ من السعودية. بنزينها من السعودية. من الإمارات. فلذلك عملية توحيد لا توحيد. إحنا اليوم عندنا. نعم. عندنا منظومة، هذه منظومة الشر. إيش تشمل؟ تشمل إسرائيل، تشمل دول التطبيع، تشمل أمريكا، بريطانيا، هذه المنظومة كلها هذا. ومنظومة الخير من هي؟ محور مقاومة. صح. وجمهور محور مقاومة. أما إنه تطبيع لا خير يرجو من هؤلاء. بدليل خلينا نحكي قضية. يعني السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد السوداني دعا الجامعة العربية لاجتماع حول ما يحدث في لبنان، ولا واحد اجتمع. اجتمعوا؟ ما اجتمعوا. طبعاً. ما اجتمعوا، لأن هم بالنسبة هم أدوات الاحتلال الصهيوني، أدوات أمريكا. لذلك لا تترجي منهم خير، وأي أمنية طلب نطلبها معهم، لأن هم بالنسبة لهم متبرمجين هذا منهاجهم. دعم إسرائيل. نعم. خلينا نسأل الأستاذ مختار حداد. تفضل أستاذ إبراهيم بأنه الإغاثة للصهاينة تجي من السعودية وغيرها. اليوم غيروا الطريقة شوية على اعتبار أنه هذا الضغط على الجانب العربي والصمت العربي، صارت القوافل تجيهم من أذربيجان مساعدات للصهاينة. هذا من جانب. جانب آخر، في الأردن اليوم أمس صارت تظاهرات مؤيدة ومنددة أولا للكيان الصهيوني ومؤيدة للمقاومة، يعني كان مقابلها أنه أكيد الشرطة منعت هذه التظاهرة. في شعوب اليوم محكومة بحكومة، هذه الحكومة هي متصهينة، لكن الشعوب اليوم تنتفض على هذه الحكومات. تعليقك على هذه الأمور؟ نعم، أنا أولاً أشير بالنسبة إلى دور جمهورية أذربيجان، يعني معروفة علاقاتها مع الكيان الصهيوني وحتى تركيا، يعني تركيا التي تأتي وتدعي يعني نحن ندعم الشعب الفلسطيني، ولكن عملياً لا نرى دعم، لا نرى تحرك، بل هناك يوجد ومستمر التعاون يعني ما بين جمهورية أذربيجان وتركيا مع الكيان الصهيوني. وحتى هناك عندما نرى يعني الإحصائيات التجارية نرى أن هناك العلاقات التجارية مستمرة مع الكيان الصهيوني. أنا أتذكر الإمام الخامنئي وقبل أشهر وأكد عدة مرات، قال يجب قطع الشريان الحياتي للكيان الصهيوني وهو الاقتصاد. ولكن يعني هذه الدول الإسلامية للأسف بعضها مستمر يعني في العلاقات الاقتصادية للكيان الصهيوني، يقوم بالتصدير ويعطي يعني النفس الاصطناعي والتنفس الاصطناعي للكيان الصهيوني. من جانب آخر، نعم يجب نحن نفصل بين الشعوب والحكومات. هناك
ما زالت يعني بعض الحكومات في العالم الإسلامي هي مستمرة في التنسيق مع الكيان الصهيوني، الاتصالات، التعاون، وحتى يعني منع عمل الشعوب في مواجهة الكيان الصهيوني، أو حتى أن الشعوب تخرج لتعترض مثلا على أو تقوم بمظاهرة ضد هذا الإجرام الصهيوني. ولكن باعتقادي إرادة الشعوب هي أقوى، ونرى يعني في الكثير من هذه الدول تخرج الشعوب، تخرج في مظاهرات، صحيح يتواجه يعني عملية يعني منع خروج المظاهرات، ولكن في نهاية الأمر هذه الشعوب يعني قدمت أفضال في هذا الطريق. وعلى سبيل المثال الأردن، يعني هناك عملية الاستشهادية الأخيرة الذي قام بها الشهيد الجازي هي تؤكد على أن الشعوب واعية ولديها الصحوة في دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة هذه الغطرسة الصهيو-أمريكية. أحسن، شكرا لك أستاذ مختار حداد، باحث بالشأن الإقليمي والدولي من طهران. شكرا لانضمامك لنا. وأستاذ إبراهيم السراج محلل سياسي، شكرا جزيلا لكم. مستمرون بتغطياتنا المباشرة من الأيام الفضائية على رأس الساعة. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.